وقبل قليل مشاهدينا الكرام، قال سيد جامو الجام والد الطفل موسى المحتجز لدى السوسيال السويدي، قال إن الشرطة أتت وألقت القبض على ولدين آخرين من أولاده، أحدهما 16 عاما والآخر 17 عاما. نتابع في هذا الفيديو مشاهدينا الكرام ما الذي جرى. بوليس في السويد عم بضرب، بيضرب الأب وولاده في السويد، مد ايده علي بضربوا الأولاد. هذا العنف في السويد، العنف في السويد. إذن مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا عبر سكايب سيد جامو الجام والد الطفل موسى المحتجز لدى السوسيال السويدي ووالد الشقيقين اللذين تم أخذهما اليوم من العائلة وقبل ساعات قليلة. سيد جامو، تحية لك في البداية. نعم أستاذ، مرحبا بك سيد جامو. الحقيقة نواسيك فيما جرى، قلوبنا معك، وندعم ندعم ندعمك وندعم أولادك، وإن شاء الله يخرجون بألف سلامة ويعودون إلى أحضانك وأحضان أمهم بإذن الله سبحانه وتعالى. في البداية سيد جامو، ما الذي جرى قبل قليل؟ ما الذي يجري في هذا الفيديو الذي عرضناه؟ الحقيقة رأينا اشتباكات، رأينا أحد أفراد الشرطة يعني يدوس الحقيقة رقبة أحد أبنائك وربما الآخر. ما الذي جرى؟ ما الذي جرى اليوم؟ فكنا قاعدين في البيت، عندي ابني محمد راح المدرسة، دوامه هو بعد الساعة 3، فكنا أنا وابني أحمد وزوجتي وولادي كلنا قاعدين في البيت، ما سمعت إلا صوت ابني عم بيطلع يعني بصوت كتير عالي عم بتعنف من برا، بس ما عم نعرف مين. فولادي صاحوا انه يا بابا انه اخونا عم ينضرب، بس من مين ما بيعرفوا، بوليسيين مدنيين. نزلنا لتحت شفنا بوليس مدني بس ما عرفناهم بوليس، الولد عم ينضرب من قبلهم. حاولنا الدفاع عنه ونخلصهم، فقاومنا البوليس حتى انه يعني انه ضربني انا في الذات حتى ضربني. فانا وامه اعتدى عليك؟ اعتدى عليك انت سيد جامو؟ نعم. لماذا؟ لانه حاولت اني انقذ ابني من تحتهم لانه عم يعنفوه ماكن ونازلين عليه ضرب. فحاولنا كثير. ابنك يعني ابنك عمره كام اخي جامو؟ 16 سنه. اسمه محمد. نعم. طيب انت سمعت صوت الصياح وصوت الضرب وكذا، خرجت حتى تدافع عن ابنك. فقام اعتدوا علي انا كمان انه ممنوع انت تصور، فانا فتحت التليفون صرت اصور حتى انه اعتدى علي واحد من البوليس اللي مبين في الفيديو اللي حجمه ضخم، انه قال لي ممنوع انك تصور، فقلت له بدي اصور. وشو اسمه زوجتي حتى انه قاومت انه لحتى تخلص اولاد اطفالها، ونزل ابني احمد معنا اجى ليخلص اخوه كمان اعتدوا عليه وضربوه وبخوا عليه بخاخ، وفي واحد منهم عم بيضل بيضربه في بطنه، عم بيضل يعني بتهجم عليه وبيضربه، وحطوهم الاثنين وقعدوا عليهم وكلبجوهم، فكان هجوم كتير قوي وبعنصرية جدا تجاهنا، بعنصرية يعني كأنهم عارفين أنا أبوه لموسى، لأني بطلع أنا بدافع عن موسى وبطالب بابني موسى. يعني باتجاه السويدين ما بعملوا هيك، بس باتجاهنا نحن المسلمين. ومسكوا أولادي الاثنين وأخذوهم، أنا هلا قاعد بانتظار شو بدي يصير ما بعرف. هاي صار عندي 3 أطفال أخذوهم.
متى حدث هذه الحادثة بالتحديد؟ يعني قبل كم ساعة؟ قبل كم دقيقة؟ قبل ساعة ونص. قبل ساعة ونص. وتعنف أولادنا. هل قدامنا. هل قالوا أي أسباب؟ يعني ما أسباب أخذ هذين الولدين أو الأول محمد في البداية؟ ما قالوا. نزلنا لحتى نعرف شو السبب، فكانوا نازلين عم يتعنف عليه وعم يضربوه كأنه قلبه مليان منهم، على أساس أنه هون عندنا ممنوع الضرب، ممنوع ضرب الطفل، بس إن عنده المسموح إنه يضربوا الولد كمان، إنه ما بيصير يعنفوا الولد هيك قدام أهله. يعني كوني أنا أب وأمه، يعني مستحيل إنه نشوف ابننا كيف عم ينضرب من قبل البوليس. يعني كان عنف كتير شديد وكان عنصرية كتير قوية، يعني هجوم عنيف كان إنه على أولادي.